انتفاضة الأساتذة والقطاع العام واجتماع وزاري كهربائي. صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من قناة الجديد. اللعب في الشارع على غاربه والطرقات أصبحت رهينة المطالب السياسية قبل الاجتماعية منها، وآخر الطرق المقطوعة هي نهر الموت التي أعيد فتحها بالاتجاهين بعد انتشار المد العوني على جنباتها وفي وسطها، لكن العونيين امتثلوا إلى رسالة وصلتهم من الجنرال وانسحبوا من المكان، وهي رسالة أسهمت في وصول رئيس الجمهورية ميشيل سليمان إلى بعبدة بعد أن علق موكبه عند نهر الموت آتيا من الضبي حيث كان يفتتح مجمع الأبيسي. وكان طريق النهر سبقها اعتصام أمام المحكمة العسكرية باللون نفسه احتجاجا على قضية توقيف الضباط الثلاثة. في تطور بارز آخر طرأ على قضية المخطوفين اللبنانيين، أعلن أمس في بيان صادر عن الخاطفين المفترضين أنه سيتم الإفراج عن اثنين منهم استجابة لمناشدة هيئة العلماء المسلمين في لبنان ودولة قطر. وبثت قناة الجزيرة مباشرة صورا يظهر فيها أحد المخطوفين في تاريخ 15 من تموز ليؤكد أننا ضيوف لدى ثوار سوريا ونحن في صحة جيدة. ألحقت الصور ببيان رقم 3 للجهة الخاطفة يشير إلى إعلام الحكومة التركية الأمر، مكررا طلب الاعتذار من السيد حسن نصر الله، مع تأكيد ألا مشكلة للخاطفين مع أي طائفة من الطوائف. إذن خاطفو الزوار اللبنانيين في سوريا يستجيبون لمساعي رابطة العلماء المسلمين ويعلنون أنهم سيفرجون عن اثنين من ضيوفهم والأهالي يترقبون. في خطوة أمل مرتقبة من أهالي المخطوفين اللبنانيين في سوريا، بثت قناة الجزيرة شريط فيديو جديدا يظهر فيه عدد من المخطوفين من بينهم عباس شعيب الذي يعلن تاريخ التسجيل في 15 من تموز الجاري، وأنه وزملائه الآخرين في صحة جيدة وهم ضيوف لدى ثوار سوريا. وأرفقت صور ببيان للجهة الخاطفة حمل الرقم 3 قالت فيه: استجابة لمناشدة هيئة علماء المسلمين في لبنان، سنقوم بإيصال اثنين من الضيوف الموجودين لدينا إلى أهليهم تحت إشراف الهيئة ودولة قطر، وأنه تم إعلام الحكومة التركية بالأمر لنؤكد على حسن نوايانا، لكن مع عدم نسيان ما جاء في البيان الأول وهو طلب الاعتذار من حسن نصر الله الذي كان يبرر الأسد أفعالا في الوقت الذي كانت حرائرنا تنتهك أعراضهن في حمص، ومدعيا أن ما يحدث في سوريا مجرد فبركات إعلامية. وختم البيان بالتشديد على ما جاء في البيان الأول من أنه لا مشكلة للخاطفين مع أي طائفة من الطوائف، ولكن ما يسعون إليه هو حرية شعبهم وكرامتهم. الأهالي الذين كانوا قد وعدوا بسماع أنباء جيدة قبل شهر رمضان وصفوا هذه الخطوة ببادرة خير، وشكروا الشيخ سالم الرافعي معتبرين أنه هو من حرك الملف. بالنسبة للشيخ سالم، نحن خبرنا عبر شخص يعني صديق لنا أن الشيخ سالم متوجه على اسطنبول وعنده شيء، فما كنتش عارف أنا أنه في مؤتمر وهيك. رحنا لعند الشيخ سالم، دقنا له تليفون وتواصلنا معه ورحنا زرناه ببيته. لما زرتوه شو عطيكم معطيات؟ شو كان الأحاديث بينكم وبينه؟ الشيخ سالم كان متعاطف جدا بهاي المسألة، وأنا بفتكر بعدين عرفت أنه هو مطلع بيان كان أنه بدين هاي عملية الخطف لأنه هو أبرياء. فحكينا مع الشيخ سالم بهذا الموضوع وحملناه الأمانة مثل ما هي. شو كان الرجاء منه؟ أنه هو 11 أمانة يا شيخنا، بدك تحمل القضية على مؤتمر اسطنبول. وفعلا نحن يعني مش عارفين كيف نشكر الشيخ سالم، حمل قضيتنا بكل أمانة ووصلها، ورجعنا توصلنا معه بعد ما اجا وعدنا خير، قال ان شاء الله بيسمعوا لنا الاخوان هونيك وان شاء الله بنقدر نطلع بشيء. النسوة الذين لم تنشف دموعهن بعد جلسنا امام الشاشة يستمعنا الى السياسيين الذين اكدوا عدم ابلاغهم باي شيء رسميا، وفي كل كلمة كانت تصدر عنهم كانت تقابلها دمعة حرقة وفقدان أمل كان يتولد خلال الأسبوع الفائت. إلا شهرين ناطري. طب لا
شو عاملين هود لحتى الشهرين نحن واطفالهم مو حرام عليهم؟ شو علينا ولحتى عاملين فينا هيك؟ مش حرام يشفقوا علينا بس بشهر رمضان، هذا شهر الرحمة. ما بقدرين نتحمل نحن أكثر من هيك، بقى فين من بيعيش محلنا يجي يعيش هيك؟ إلنا شهرين صابرين. يعني اليوم لو يعني شو بتتمني اليوم انه عم بيقولوا انه ممكن يكون في اثنين يعني من ان شاء الله كلهم بيطلعوهم، مش بس اثنين، كلهم يطلعوا لنا اياهم، كلهم يطلعوا لنا اياهم لاهالين ولاولادهم. ونحن بنتشكر الشيخ الرافعي لانه هو حكى بقضيتنا، ونحن وقت اللي حكينا معه رحنا زرناه حكينا بال11 مش بس بالزوجه، حكينا بالكل. بنتمنى منهم اني اسلام ونحن اسلام، وكل واحد مسلم يطلع بهالصغار أطفال الصغار التاركين أهاليهم. صدر البيان الثالث الموعود، لكن أحدا لم يذهب إلى المطار لكي يستقبل محبيه، بل غادر الجميع من الحملة باكرا إلى بيوتهم، تعمهم مشاعر مختلطة بين الأمل والخيبة، وعلى لسانهم عبارة أن الغد لناظره قريب. الشيخ سالم الرافعي يؤكد للجديد ألا صلة مباشرة بين هيئة العلماء المسلمين والخاطفين، مشيرا إلى أنها تحركت من منطلق إنساني ونصرة للمظلوم. لم يتجاوز دور هيئة العلماء عن مناشدة الخاطفين من خلال المؤتمر الإسلامي في إسطنبول، ومن خلال أيضا مؤتمر صحفي عقدته هيئة العلماء أمام دورة المفتي سماحة المفتي، وناشدوا الخاطفين بإطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين. لم نتجاوز هذا الدور، لا صلة للهيئة مباشرة بالخاطفين ولا مفاوضات مباشرة. نعم، هم الآن يقولون الإفراج سيتم عبركم وعبر دولة قطر، ما الذي يمكن أن تقوموا به؟ ما سمعتموه بالأخبار وما سمعناه، ليس عندنا زيادة في هذه المسألة. ننتظر كما تنتظرون أن يكون هناك اتصال بالهيئة برجالات الهيئة، ويطلب منها يعني المشاركة في استلام المخطوفين، ونسأل الله تعالى أن يكلل هذا الأمر بالنجاح. ممن تنتظرون هذا الاتصال؟ عفوا شيخ، بس تعرف الموضوع. لا نعلم من سيتصل حقيقة، ننتظر شيئا، ولكن قد لا يتم تسليمهم عن طريق الهيئة. نعم. قد يتم تسليمهم عن طريق الصليب الأحمر اثنين، فنحن نقدر للخاطفين تجاوبهم مع هذه المناشدة. نقدر هذا التجاوب. ولكن شيخ سؤال عذرا، ولكن هل ممكن أن نطلع أكثر على ما قمتم به في هذا المؤتمر، أو ما الذي كان حاضرا؟ ما حقيقة دور دولة قطر؟ والآن يحكى عن دور لأحد أشخاص الاستخبارات القطرية. لا علاقة للمؤتمر اللي عقد في إسطنبول ولا لهيئة العلماء بالدور القطري. نعم. ولكن أنا أتوقع أن هناك جهات كثيرة شاركت ورغبت أن يكون لها دور في استنقاذ المخطوفين اللبنانيين. ننتظر أن يفرج عن المخطوفين، سواء كان الاثنين يعجل بهما أو غيرهما. يعني ليس من الضروري أن يتصل بنا أو أن يكون لنا دور في استلامهما، المهم عندنا أن يفرج عنهما لأنهما مدنيان مظلومان لا علاقة لهما بالأحداث الجارية في سوريا. رئيس الجمهورية ميشيل سليمان عاد إلى بيروت منهيا زيارة سريعة لتركيا، التقى خلالها الرئيس عبدالله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. وأثار سليمان مع الجانب التركي موضوع المخطوفين اللبنانيين والدور الذي تقوم به تركيا بالتنسيق مع سائر الأطراف من أجل إطلاقهم. فأكد جول أن السلطات التركية تقوم بما في وسعها على مختلف المستويات للعثور على حل لهذه القضية في المناخ الهادئ السائد حاليا وفي أسرع وقت ممكن، آملا ظهور بشائره مع شهر رمضان. وأبلغ جول الرئيس سليمان معلومات مفادها أن المخطوفين في حال صحية جيدة، وأن تركيا ملتزمة استمرار العمل بالطرق المناسبة للعثور على حل سعيد لهذه القضية. العونيون يحتشدون في مسيرة داعمة للجيش أمام المحكمة العسكرية وقطع للطرق في بعبدة وجل الديب. من هنا كانت بداية التحرك الذي دعا إليه التيار الوطني الحر. من المتحف الوطني كانت الانطلاقة لسلسلة أحداث مسائية. التجمع هذا دعما للجيش وللمطالبة بالإفراج عن الضباط والعناصر المتهمين بقتل الشيخ عبد الواحد ورفيقه. وعلى الرغم من مطالبات الجيش والقوى الأمنية عدم إقفال الطرق، إلا أن تزايد المحتشدين الذين قدموا من كسروان ومعظم قرى بعبدة أدت إلى إقفال تقاطع طرق بين المتحف والسوديكو. الجيش ما لازم ينحبس هيك، ولازم يتخذ اجراءات اسرع،
وما بنحب نشوف جيشنا هيك. هن عم يسألوا عن اللي قتلوا الشيخين. أنا دم ابني بدي أسأل رئيس الوزراء وبدي أسأل رئيس الجمهورية، بدي أسأل قائد الجيش، أنا دم ابني مين مين بيحصل لي؟ قلت له أنا ما بيهمني إلا دم ابني، ابني راح شهيد الوحدة الوطنية اللي أنتوا عم تطالبوا فيها كلياتكم سوا. امبارح أولت من امبارح بيظهروا أربعة من فتح الإسلام ومدفوع كفالتهم من الحكومة اللبنانية. دم ابني ما راح ودم رفقاته ما راح يروح دم الشهداء. ومع اكتمال النصاب الشعبي والنيابي انطلقت الجماهير باتجاه المحكمة العسكرية لإيصال الرسالة مباشرة إلى من يعنيه الأمر. نحن عم نبعث رسالة بعكس الرسالة يلي القضاء المسيس عطاها بإعادة توقيف الضباط. في وراكم ناس، في وراكم مواطنين، انتم مش متروكين، نفذوا مهماتكم، علوا راسكم. الجيش الموجود على حدود سوريا وعلى حدود اسرائيل اللي عمل نهار البارد، هالجيش اللي صار له 7 سنين واقف بين اللبنانيين، لان اللبنانيين مختلفين بعضهم، كمان بدنا نكسر فيه للجيش، بدنا ندق بهيبته للجيش. هيدا بنقول اليوم ومننبه، هيدا تحذير للي عم بيحاولوا انه يرجعوا يرجعوا الحرب الاهليه من خلال ضرب الجيش اللبناني لحتى ترجع الميليشيات على الارض. منقول لهم ما راح يمشي بالجيش اللبناني، شغله منا مقبوله، وجيشنا ما عنده عده وما عنده عتاد وما عنده مصاري، كل اللي عنده معنويات ومحبه الشعب. وامام المحكمه كانت كلمه للتيار الوطني الحر الذي راى فيها ان هذا اللقاء هو للتضامن مع الجيش اللبناني الذي قام بواجبه في الكويخات ومنع مجزره كانت ستحصل في عكار، وأنه لا يريد الموت لأحد إنما كشف الحقائق، محملين المسؤولية لمن اعتمد سياسة النائب النفس. نحن عاملين استنفار بالنسبة لضباطنا والعسكريين الموجودين اليوم عم يرجعوا يوسعوا بالتحية أو يعيدوا التحية، نحن ما بنقبل بهذا الموضوع. عملوا إيش بيتهم ونحن بدنا نكرمهم ما بدنا نحكمهم. وبالنسبة لمؤسسة الكهرباء بعد 48 ساعة اسمعونا شو بدنا نتوجه ونعمل نحن وياكم. وبالنسبة للجيش هيدا انذار ونحن باستنفار، والايام الجاية نحن وياكم. من امام اعلى سلطة قضائية عسكرية احتشد ما يزيد على 2000 شخص بحسب تقديرات بعض الاجهزة الامنية، في رسالة يقول فيها انها لخلق توازن على الساحة اللبنانية في ظل غياب المؤسسات الوطنية. كان يفترض أن تنتهي المسألة هنا، إلى أن المحتشدين ما أن تفرقوا حتى عادوا والتقوا في جل الديب، حيث قطعوا الطريق لنحو 1.5 ساعة قبل أن يأتي عدد من كوادر التيار ويطلبوا من الحشود التفرق، الأمر الذي لم يرق للبعض. نحن نزلنا اليوم مشان الجيش اللبناني أول شيء، بعدين نحن بنحكي كل اللغات إذا بدك، وبنعرف نقطع دوليب، بنعرف نقطع الطرقات بدوليب، أهين شيء هيدي عنا، بس في شغلة انه كل مرة عم بيصير فينا مثل ما صار فينا بتشرين. وفي بعبدة تكرر الامر عينه، الا ان التدخل السريع للجيش سمح بفتح الطريق بعد نحو 10 دقائق على قطعها. باسل العريضي، قناة الجديد. قيادة الجيش مديرية التوجيه تدعو المتعاطفين معها الى نزع لافتات التأييد والاقلاع عن الاعتصامات وقطع الطرق. قيادة الجيش تحت سقف القانون وهي تحتكم إلى القضاء في أي حادث يتصل بهذه المؤسسة، لا إلى اعتراض مجموعات أو رغبات شارع من هنا أو هناك تسجيلا لنقاط سياسية وانتخابية رخيصة. موقف كررته قيادة الجيش مديرية التوجيه في بيان أصدرته، أعلنت فيه أنها تحتفظ لنفسها بحق الادعاء أمام المراجع القضائية المختصة في كل ما من شأنه الإساءة إلى الجيش وكرامة عسكريه، ودعت وسائل الأعلام إلى التعاون معها والعودة إليها لاستقصاء المعلومات الصحيحة منها. قيادة الجيش رأت أن بعض النواب والمسؤولين السياسيين يستمر في التحريض على الجيش والتشهير والتجريح الشخصي بعدد من ضباطه، خصوصا فيما يتعلق بحادث الكويخات، ما يشير إلى وجود نيات مبيتة لدى هؤلاء ضد المؤسسة العسكرية لاستهدافها وزيادة منسوب التشنج والفوضى. وأهابت قيادة الجيش بالمسؤولين المذكورين وعي المسؤولية الوطنية التي تقتضيها هذه المرحلة، مؤكدة في الوقت عينه أنها غير معنية بكل ما يجري من أمور تأييدا للجيش أو تعاطفا معه،
ودعت المتعاطفين مع الجيش لأي سبب كان إلى نزع لافتات التأييد والإقلاع عن الاعتصامات وقطع الطرقات التي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح المواطنين وشؤونهم الحياتية، مؤكدة أن الجيش سيبقى على نهجه المعروف في العمل بصمت والتعالي على الجراح كائنة ما كانت التضحيات. إضراب لهيئة التنسيق النقابية لباه موظفو كل الوزارات والأساتذة يصعدون. أقول للرئيس مئاتي وللحكومة أنه يوفوا جزء صغير من الوعود اللي قطعوا لنا. هيئة التنسيق النقابية بكل أطرافها وفت بكل الوعود تبعيتها. قال اعملوا امتحانات، عملنا امتحانات. قال راقبوا، راقبنا. قال قاطعوا، قطعنا. قال عودوا عن التصحيح، عودوا مع اللجنة الخميسية، رجعنا عن المقاطعة وصححنا وقعدنا مع اللجنة الخميسية. شوي هلا اخر فيلم انه بدي ابعث سلسله المعلمين لوحدها. هيدي سلسله موحده من 4 شهور الماليه اعدت هذه السلسله، ووزير الماليه جاب الواردات وحط النفقات. اذا دولته بده يسال عن الواردات يسال معالي وزير الماليه. علت اصوات الاساتذه ومعهم الموظفين في وزاره التربيه وهيئه التنسيق النقابيه رفضا لان يخط اي قلم احمر ورقه امتحان رسمي، فلا رجوع هذه المره عن خطواتهم التصعيديه، إما إنصافهم وإعطائهم الحق الذي أقره مجلس الوزراء بسلسلة الرتب والرواتب، وإما فلا امتحانات رسمية. لا، إذا الحكومة ورئيسها ما بيهمهم 600,000 رب عائلة بين جيش وقوى أمن ومتقاعدين ومعلمين وطلاب، وما بيهمهم 100,000 معلم و100,000 طالب، ما بيهمه الشهادة اللبنانية، ما بيهمه القطاع التربوي يلي هو أهم قطاعات بالبلد إلى جانب المصارف، إذا كل هالحكومة ما بتهمها هالمواضيع هاي، هذه حكومة مين؟ حكومة أي شعب هاي؟ هيئة التنسيق النقابية بشخص رئيسها حضرت أيضا لقطع الطريق أمام محاولة زرع الانقسام بين صفوف المعتصمين. في انتفاضة بالإدارة العامة وموظفي الدولة، اليوم حصل انتفاضة داخل القطاع الإداري العام وداخل الأساتذة والمعلمين، ردا على محاولات شق الصف بين الأساتذة والمعلمين من جهة وما بين الإداريين من جهة تانية. ومن التربية إلى الاقتصاد مرورا بوزارة الاتصالات والمالية، المطالب نفسها، موظفو القطاع العام يريدون زودة غابت عنهم 16 عاما. هيئة التنسيق قالت اليوم إضراب، اليوم بينتهي الإضراب عنا وبكرة يوم عمل عادي. نعم. لي حين أخذ قرارات تانية. وإن لم يتم العمل؟ نلتزم بقرارات هيئة التنسيق، شو بجد نحن نلتزم فيها. نحن من سنة 96 لغاية تاريخي لم نحصل إلا على زيادة وحدة 200,000 ليرة فقط. تصور من 96 لل 2012 16 سنة تقريبا لم يحصل الموظف أو بالقطاع العام على أي زيادة، فاليوم هو تصحيح لوضع هذا الموظف. الحركة النقابية التي تمددت إلى وزارة الصحة والجامعة اللبنانية ومبنى التيفي آ تعتبر الأشمل منذ بدء الحركة الاعتصامية لأجل الرتب والرواتب، وأحقية المطالب يقر بها من طلبها ومن يتلقى الطلب. ما في إمكانية أنه ينطلب جهد استثنائي وكبير مثل ما هو مطلوب من الإدارة بظل رواتب زهيدة وعدم تسوية أوضاع كثير من العاملين، لبعضهم لحد هلأ يا أما أجراء أو متعاقدين. يعني اليوم هذا واحد من الحقوق بعتقد اللي لازم يعني يتحافظ عليها، لكن بإطار الهادئ والسلمي والبعيد عن الفوضى ولفترة محددة حتى يوصل الصوت. وفي ظل هذا المشهد سيستمر التصعيد ولن يستأنف تصحيح الامتحانات قبل أن يمنح الموظف الرسمي حقه. ومن العاصمة ووزاراتها إلى المناطق ودوائرها، حيث لبى الجميع دعوة هيئة التنسيق مطالبين بالسلسلة. ففي بعلبك نفذ موظفو الإدارات العامة والمؤسسات الحكومية اعتصاما أمام السرايا شارك فيه قائم مقام بعلبك، وفي صيدا توزعت الاعتصامات والتحركات على دوائر سرايا المدينة وقصر العدل والبلدية، حيث أضرب الموظفون ساعتين من الزمن تلبية لدعوة الهيئة. وصولا إلى النبطي لبى موظفوها النداء أيضا. غدي فرانسيس، قناة الجديد. اجتماع وزاري مطول لوزراء الداخلية والطاقة والعدل بحث في ملف مياومي شركة كهرباء لبنان. هكذا بدت شركة كهرباء لبنان في كورنيش النهر بعد إشكال يوم الاثنين. في الخارج حجارة وزجاج وعبوات فارغة وكلمات كتبت بالدماء، وفي الداخل اعتصام يستمر في يومه 82 ويتسمر معتصموه أمام شاشة تلفاز صغير في انتظار ما سيصدر عن الاجتماع الوزاري الذي بدأ في 10 صباحا وضم وزراء العدل شكيب قرتباوي والطاقة جبران باسيل والداخلية مروان شربل، إضافة إلى المدير العام لشركة كهرباء لبنان كمال حايك ومديري الأقسام. في الساعة 12:00 ظهرا غادر الوزير قرتباوي الوزارة ولحق به الوزير شربل الذي اختار الباب الخلفي للخروج.
وفيما كان مرجحا أن يعقد الوزير باسيل مؤتمرا صحفيا، غادر هو الآخر بعد انتهاء الاجتماع عند 2 ظهرا، وترك الحديث لحايك الذي وصف وضع المؤسسة على المستوى الأمني والمالي والإداري بالخطر. الوجود بصالة الزبائن أصبح بشكل خطر على أموال عامة بحدود 300 مليار ليرة لبنانية. بلغنا معالي الوزراء، رفعنا للمسؤولية عن أي ضرر قد ينتج من فواتير يمكن أن تضيع، من مصاري يمكن أن تخرج إذا كانت موجودة من الصالة أو من مستندات أخرى، وطلبنا منهم بالطريقة الهنة بلقوة مناسبة المحافظة على أملاك المؤسسة. طلب منا معالي الوزير الداخلية فترة 48 ساعة لاتخاذ الإجراءات يلي بلاقيها مناسبة، وعلى ضوء ذلك رح نرجع نجتمع تنشوف شو الإجراءات يلي يمكن اتخاذها. لحنا الجسم الشرعي تبع المؤسسة، بركي نضطر نصار إلى قرار إخلاء المؤسسة من جسمها الشرعي، أي الموظفين ومستخدمي يلي موجودين فيها. المؤتمر الصحفي تلاه بيان من شركة كهرباء لبنان دعت فيه جباة الإكراء الذين ما زالوا يحتفظون بأموال وفواتير مجبات إلى تسليمها، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم حفاظا على المال العام. المياومون من جهتهم أكدوا أن إقفال الصناديق جاء ردا على عدم قبض رواتبهم منذ 3 أشهر. تصريح معالي سعادة المدير العام، نحمل المسؤولية لهذا الكلام الخطير، ونخشى أنه بكرة يحركونا جهة مدسوسة غير مدسوسة للإضرار بأي زاوية بالمؤسسة واتهامنا فيها. نحن بالنسبة لنا كخطوات تصاعدية ما بقى فينا نعمل شيء إلا نجيب الفرود ونحطها براسنا ونقتل حالنا. بس لا يتوهم أحد أنه هذا الاعتصام بعد يومين بيموت وبتم المفاوضة على أساس موته. بعدين مشكلة الكهرباء والله مش بالتوزيع ومش بالجبي، بالإنتاج، بمعامل الإنتاج. 1200 ميجا وات لبنان بياخد، انه ما في وزير سابق دق بالموظف والعامل وقدر ينجح. اما عتب المياومين اليوم فكان على حايك الذي لم يصدر عنه اي مواقف فيما يتعلق بما سموه المشهد الحاقد يوم امس. من خارج مبنى الشركة الى داخله انتقلت خيمة الاعتصام، تغير قد يكون الابرز في ملف مياومي شركة كهرباء لبنان. فالاجتماع الوزاري المطول لم يقدم في حل المشكلة، لكنه أخر في هذا الحل 48 ساعة على الأقل. رونا حلبي، قناة الجديد. العلاقة مكهربة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل على خلفية قضية المياومين، والنائب ياسين جابر يقول للجديد إن الحل لا يكون بالتصعيد. هي الكهرباء تكهرب العلاقة بين العونيين وأمل، والتيار يكاد ينقطع بينهما. من كان ليتخيل شعارا كهذا؟ الله ويت عونه بس. لكن الأعجوبة حصلت أمام مؤسسة كهرباء لبنان، حيث وقعت الواقعة بالحجارة والزجاجات. القيادي في التيار الوطني الحر زياد عبس قاد المسيرة، وخلفه مسؤولون أمنيون في التيار بحسب المعلومات المتداولة. لا يريد الفريق الثاني أن تنكسر الجرة، لكنه يشتكي من عدم رغبة الآخر بالحوار. هل انقطع التيار بينكم وبين التيار الوطني الحر؟ يعني يمكن اليوم ما في حوار عم بيدور، بس الأهم من الحوار بيننا وبين التيار الوطني بعتقد هو الحوار بين العمال والمؤسسة اللي بيعملوا فيها، اللي هي مؤسسة كهرباء لبنان. بس الحوار بيبدأ مع القيادات العليا، واليوم الاتصال يعني واقف بين الرئيس بري والجنرال ميشيل عون. يعني ليس هناك مشكلة في الأساس بين كتلتنا، كتلة التحرير والتنمية، وبين كتلة التيار الوطني. بالعكس، ليس هناك حل من خلال التصعيد. مين ما عم يستجيب للحوار؟ شوف، هي بالأساس يعني هون يعني الوزير باسيل منذ البداية كان بإمكانه من خلال وصايته على مؤسسة كهرباء لبنان أن يفتح حوار مع الهيئات العمالية، وأن يعني يستطيع أن يصل هو وياهم إلى نتيجة. وحتى في المجلس النيابي يعني لم يعني حتى وصلت لمكان أنه رفض أن يصافح ممثل العمال يعني في داخل المجلس النيابي. يعني هذا الأبروتش ما بيساعد على الحل. ويوضح جابر أن الباب لم يقفل تماما أمام الحل. يقدم اقتراح قانون معجل مكرر بصوت المجلس على صفة العجلة، وبدرسوا بنفس الجلسة. إذا في والله في يعني توجه عند أكثرية النواب
أنه بدهم يعدلوا مواضيع معينة، ممكن أن يعدل مواضيع معينة، ليس هناك شيء منزل. إلى أي مدى سيبقى التحالف قائم بينكما عشية الانتخابات النيابية؟ يعني حاولنا نفسر أنه هذا التحالف له طابع استراتيجي، وهذه الأمور هي أمور تكتيكية، ليست في أصل التحالف استراتيجي. إذا كان التحالف قام بالأساس على أمور صغيرة من هالنوع لها طابع مطلبي وغيره، يعني ما بعرف إذا بيقدر يستمر. تزامنا، لا يتنازل التيار عن شعار مواجهة احتلال المرفق العام، فيما يستمتع محازبوه بالشعار الجديد الله قوات عونو بس. بعد الإعلان، الجميل يحذر من قطع الطرق. تساقط الشعر، خشونة، ترهل، بهتان، الأطراف المتقصفة، خمس مشاكل؟ أنا لقيت الحل. جديد الفيف دوتر ريبير 5 من لوريال باريس، غني بالبروكيراتين والسيراميد. رأى جلستان عصر اليوم في قصر بعبدة يعرض خلالها الملف الأمني برمته، وأشار وزير الداخلية مروان شربل في حديث إذاعي إلى أنه سيطرح موضوعي المياومين وقطع الطرق في الجلسة، وليتحمل كل شخص مسؤولياته. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث اليوم في ذكرى حرب تموز عام 2006، وسيركز نصر الله في إطلالته على الوضع في سوريا. ونقلت صحيفة اللواء عن مصادر في الحزب قولها إن نصر الله ستكون له وقفة عند قضية المخطوفين اللبنانيين في ضوء التطورات الجديدة التي طرأت. وسيتحدث نصر الله كذلك عن موضوع اكتشاف آلات تجسس في الإزرارية، ويتبنى سياسة الدفاع عن الجيش. النائب ميشيل عون يرى أن هناك نية لتقسيم الجيش، ويكشف عن مضبوطات في سيارة الشيخ عبد الواحد. رأى رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون أن لا سبب موجبا لتوقيف الضباط مرة ثانية، وقال بعد ترأسه اجتماع تكتل التغيير والإصلاح إن الحكومة ليست هي من تقرر التوسع في التحقيق. قالوا الحق على الضباط، على العسكر، أوكي، راحوا على التحقيق، أوكي، ماشي الحال، ولكن صار في عملية ابتزاز للقضاء. لا نفترض انه في اسباب استجدت. توقيف الاحتياطي اثناء التحقيق بيصير لثلاث اسباب، مش لاي سبب. نحن ما عم نحاول نوقف العدالة، عم نحاول نوقف التجاوز للعدالة. بده يتهمنا لانه نحن عم ندافع عن الجيش وبيهدد بتقسيم الجيش، هيدا هدفه. عون تطرق إلى قضية الشيخ أحمد عبد الواحد كاشفا عن مضبوطات وجدت في سيارة المذكور. على علم في اثنين مشروبات روحية، في مبيت، في بلاك ليبل، في فودكا. إذا كانت هالأشياء مضبوطة لا بحكيوا عنها. إذا في ار بي جي، إذا في سلاح تقيل خفيف، ما نعرف. طيب مين عطى كل هالمسلحين هونيك الترخيص بحمل السلاح وتسكير الطرقات؟ الجيش له حق يسأل مين ما كان، حتى اللي معه رخصة مجبور يبين رخصته. ما في كبير على الأمن. واتهم عون قوى الأمن بحماية من سماهم محتلي مؤسسة كهرباء لبنان، لافتا إلى أن كل من يحرص على الاعتصام في المؤسسة معرض للسجن بحسب القانون. سخرية القدر عم تحمي مين؟ عم تحمي المحتلين مؤسسة مرفق عام، وكله مخالفات مرتكبة يلي هني محميين صاروا من قوى الأمن. طيب شو شغلت وزير الداخلية؟ شو النيابة العامة؟ مش عم تسمع، ما حدا عم يسمع للدولة. وزير الداخلية شو عم يعمل؟ وقال عون: لا أحد يعطينا نصائح، لا من السلطة التنفيذية ولا من السلطة التشريعية، وعلى الجميع أن يعرف أن هناك حدودا.
من جهتها دعت كتلة المستقبل في اجتماعها الأسبوعي إلى رحيل هذه الحكومة والإتيان بحكومة إنقاذ، مؤكدة دعمها الكامل لمؤسسة الجيش في وجه المخلين بالأمن. تشدد الكتلة على أهمية الخطوة التي أقدم عليها القضاء العسكري في إطار التوسع في التحقيق في قضية اغتيال الشيخين أحمد عبد الواحد ومحمد حسن مرعب، وهو ما أيدته الحكومة مجتمعة، مما يدل على توجه جدي في استكمال التحقيق بهدف إحقاق العدالة. تحذر الكتلة من تداعيات الموقف الذي صدر البارحة عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، والذي ينسف فيه جدوى الحوار فيما خص بحث مسألة سلاح حزب الله، وكل الآمال التي عقدت على احتمال تحقيق أي تقدم أو تهدئة بعد أن أبدل التوجه بالحديث عن الاستراتيجية الدفاعية بالدعوة للحديث عن استراتيجية التحرير، مما يدعو للاستهجان والاستغراب. إن الكتلة التي سجلت الالتزام بتمويل المحكمة تستغرب في الوقت عينه الأسلوب الموارب والضبابي الذي تم استخدامه لدفع حصة لبنان من التمويل، إلا أن هذه الخطوة تبقى ناقصة في مسار إحقاق الحق، ولا تعبر بشكل كامل عن التزام الحكومة اللبنانية بمسألة العدالة وكشف الحقيقة، طالما أنها تمتنع عن تسليم المتهمين الأربعة للمحكمة. رئيس حزب الكتائب أمين الجميل قال بعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع: نحن في أول الطريق، ولا يزال أمامنا استحقاقات ونضال طويل، وقد تفاهمنا على الكثير من الأمور وكنا على موجة واحدة. وحذر الجميل من ظاهرة قطع الطرق في بعض المناطق المسيحية دعما للجيش، واصفا ذلك باللعبة الخطرة التي ستنقلب على أصحابها، واضعا ثقته بالجيش الذي يتحمل مسؤوليته في هذه المرحلة. ندوة للمحكمة الدولية يؤكد فيها رئيسها أن النظر في قضية شهود الزور ليس من اختصاصها. أكد رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي ديفيد باراجوانز أن المحكمة لا تستطيع النظر في ملف شهود الزور، إذ ليس الأمر من اختصاصها. وقال باراجوانز عبر شاشة في افتتاح ندوة للصحفيين نظمتها المحكمة: إن دور الصحفي يقوم على تغطية عمل المحكمة بدقة استنادا إلى الوقائع بعيدا من التخمينات. لم تعقد أي محاكمة، وبالتالي ما من شهود، ولكن لأسباب ذكرت سابقا ليس من اختصاص المحكمة الدولية النظر في قضية شهود الزور المزعومة. وإذا جرى الاتفاق بين الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن على منحنا الاختصاص لمعالجة هذه المسألة فسنفعل ذلك بالتأكيد، ولكن إلى أن يتحقق ذلك لا يمكننا التطرق إلى هذا الموضوع إلا إن ورد في إطار الأدلة. وكشف باراجوانز أن المحاكمات ستبدأ العام المقبل، لافتا إلى أن غرفة الدرجة الأولى في المحكمة أمرت بمحاكمة المتهمين الأربعة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري غيابيا. جرس الإنذار انطلق في مبنى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت، ما استدعى إغلاق المداخل والمخارج بعض الوقت وإثارة الهلع. هو حريق أم فيروس أم طبيب شطب نفسه؟ تعددت الروايات اليوم بشأن الهلع الذي أصاب المرضى والزوار في الجامعة الأمريكية في بيروت ليطاول موظفيها. وفي التفاصيل، فقد رن جرس الإنذار في الجامعة الأمريكية في قسمي الطوارئ والمبنى الأساسي، وطلب من الجميع التزام غرفهم، وانقطعت الكهرباء عن المصعد، وبدأ من كانوا في المبنى يهرعون يمينا وشمالا، حتى أن بعضهم طلب النجدة عبر قناة الجديد بعدما بدأ الهمس بأن فيروسا انتشر من أحد المختبرات. وفي حين امتنعت الإدارة عن إعطائنا أي معلومة، قال لنا بعض الموظفين إنه فاير دريل، أي مناورة وهمية لإطفاء الحريق. أما بعض الزوار فقرروا أخذ الهمسات بالاعتبار بس مشان السلام العامة مش أكثر. كان العميل دكتور روز يعني أبدا تست يعني تست أبدا ما كانت بس إني بلغوا العالم زوا إنه في تست العالم بس تدريب. أنا كنت واقف وصار يقولوا خمس دقايق إنه شو في، قال في حريقة، مع إنه اللي كانوا قاعدين جوا مع المرضى ما ظهروا. هني بيزيعوا إنه في حريقة على هيدا السنترال،
ووقفوا، بس مش وقف الحريق، دغري سمحوا بالناس تدخل وتظهر. خفتوا انتوا جوا يعني؟ تقلقتوا؟ خفتوا؟ لا، ما هن بيخافوا انه تمتد الحريق، اذا امتد كثير بيأذي. في خضم المناورة التي قمنا بها لمعرفة أسباب الهلع، أحب البعض إيصال رسائل بعيدة عن الحرائق والفيروسات الهاربة. أنت توصلي لي رسالة أنت؟ تفضل. نعم؟ شو هي رسالة أولى؟ رسالة لكل اللبنانيين، مع أنه أنا أينشتاين الثاني وعم ببرم على الإدارات هون كتير، ما خليت وزارة بالجامعة الأمريكية، ما حدا مصدق، مش ما حدا مصدق، هون خافوا مني شوي. هلا يمكن هالفرصة أنا لعبر فيها. الناس ما معها حق دواء. حفي حتى عليك شو عم نعاني، بنية تحتية ما في، ناس لا في كهرباء لا في ماء، كيف بدها تيجي السواح؟ وينو موسم السياحة؟ ما في شيء، لا في موسم سياحة ولا في شيء، عم نعاني مثل ما بقولوا سكرات الموت. عيب واحد يحكي، لا مستشفيات بترحم، لا أسعار أكل بترحم، شو عم بيعملوا قاعدين على الكراسي ما بعرف. هلا بموضوع المستشفى يعني طلع في حريق، يمكن ما وجود هيك، لو كان في حريق ممكن يفضل المستشفى كلها، بس للأسف ما فيش، ما بتعرف شو عم بيصير جوا، وما بتعرف إذا بيسيطروا على الفيروس أو ما بيسيطروا. أي فيروس؟ في فيروس؟ ما هو مع احترامي كلهم فيروس جوا. وما إن هممنا بالمغادرة حتى انطلق الجرس مرة أخرى، لكن الأمور ظلت طبيعية في الداخل والخارج. هلا هلا من شي 5 مينتس. إيه شو هيدا طلع؟ هيدا دريل. بنرجع مرة ثانية؟ بالنيرسينج أوفيس كان في فاير. طيب وهلا رجع طلع هلا الألارم؟ نو ما سمعته. إن كان فاير دريل كما سماه البعض، فقد أصاب أشخاصا كثرا داخل المبنى بالهلع من دون أن يطمئنهم أحد، وإن كان حريقا فالحمد لله مرقت على خير، ولو كان فيروسا حقيقيا لبقيت الأبواب مغلقة حتى الساعة، لكنها مفتوحة أمام الجميع. تتابعونا بعد الإعلان. دمشق دخلت مرحلة الخطر. دربة الحل ليلى بعد الأخبار على الجديد. أهلا من جديد. أفاد مراسلنا في عكار عصام رجب عن سقوط عدد من القذائف أمس على بلدتي نورا ودببي من الجانب السوري، وعلى الأثر سجلت حركة نزوح كبيرة للسكان ووضع الجيش في حالة استنفار قصوى. الاشتباكات تنتقل إلى قلب العاصمة السورية ومناف طلاس يظهر في باريس، وأخبار أخرى في بانوراما دولية للزميلة عنان زلزلي. إلى ساحة السبع بحرات في وسط العاصمة دمشق انتقلت الاشتباكات وشوهد عدد من عناصر الأمن المسلحين يركضون في الساحة حيث مقر المصرف المركزي السوري، فيما ترددت أصوات الرصاص في شارع بغداد القريب منها. وأفادت مصادر المعارضة بامتداد الاشتباكات إلى أحياء عدة في العاصمة، لافتة إلى استعمال القوات النظامية للمروحيات العسكرية التي تمكن الجيش السوري الحر من إسقاط إحداها أثناء قصفها لحرستا والقابون. وأعلنت القيادة المشتركة للجيش الحر بدء ما سمته عملية بركان دمشق، وتشمل قطع الطرق الدولية والرئيسة في أنحاء البلاد ومنع وصول الإمدادات والاستيلاء عليها. سياسيا طالبت دمشق الأمم المتحدة توخي الحياد في تناولها للوضع في سوريا والإسهام في حل يقوم على الحوار. هذا وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المفدى الدولي كوفي أنان بأنه سيبذل كل الجهود لدعم الخطة التي أعدها لوقف النزاع في سوريا. نعتبركم شخصا ذا مصداقية ومهنية ويحظى بشعبية وثقة. اليوم تقف الأزمة السورية عند مفترق طرق وأمام لحظة محورية، وأنا سعيد أنه سنحت لنا فرصة بحث هذا الملف. وفي الشأن السوري أيضا، وبعد طول جدل حول تواجده وأسباب انشقاقه، أعلن العميد مناف طلاس أنه في باريس ويأمل بقيام مرحلة انتقالية بناءة في سوريا. وفي بيان حمل توقيعه تسلمته وكالة فرانس بريس، أعرب طلاس عن غضبه وألمه لزج الجيش في معركة لا تعبر عن مبادئه. يا جمهورية مصر العربية، تحيا مصر العربية، تحيا
في حفل تخريج الدفعة 106 من الكلية الحربية أكد الرئيس المصري محمد مرسي أن القوات المسلحة ستحافظ على سلمية الثورة المصرية ونقاء ثوبها بقيادتها الواعية ويساعدها الشعب المصري في ذلك. القوات المسلحة مستمرة بالتعاون مع رجال الشرطة لحماية الأمن الداخلي أيضا إلى أن يأتي اليوم ولعله قريب أن نحتفل بها ونشكرها بما تستحق ليكون كل دورها لحماية حدود الوطن وأمنه ضد كل من تسول له نفسه أن يعتدي عليه. في إسبانيا أعلن القصر الملكي أن الملك خوان كارلوس سيخفض راتبه بنسبة 7.1% احتراما منه لخطة التقشف الحكومية التي تفرض خفضا مماثلا على كافة الموظفين الحكوميين المحرومين من علاوة نهاية السنة. والقرار يعني خفضا سنويا لراتب الملك يفوق 20,000 يورو وخفضا يزيد عن 10,000 يورو لولي العهد فيليبي وخفضا مشابها في النفقات المخصصة لأفراد الأسرة المالكة كافة، على أن المبلغ الذي سيتم توفيره سيضخ في الخزانة العامة. في تركيا ولأسباب مجهولة شب حريق هائل في برج فخم من 42 طبقة في وسط مدينة اسطنبول قبل أن يتم إخماده بفضل تدخل فاعل لعدد كبير من رجال الإطفاء. الحريق نشب في برج بولات البالغ ارتفاعه 152 مترا في حي بشكتاج على الضفة الأوروبية لكبرى المدن التركية، ولم يسفر عن قتلى أو جرحى. استغل الرئيس الأمريكي باراك أوباما حضوره وزوجته ميشيل مباراة في كرة الطائرة بين المنتخب الأمريكي ونظيره البرازيلي ليسجل قبلة ثانية أمام الكاميرات، فقد قبل الرئيس الأمريكي زوجته على مرأى من الجميع وأمام الكاميرات التي تنقل المباراة مباشرة على الهواء، ما فاجأ ابنته التي كانت إلى جانبهما واكتشفت قبلة والديها فيما كانت تنظر إلى شاشة عملاقة في القاعة لرصد المباراة، فإذا بالقبلة تسرق أضواء النقل وتحول الكاميرات نحو اتجاه آخر غير أرض الملعب. أصدرت محكمة سعودية حكما بالسجن سنة وبمئتي جلدة بحق لبناني ملقب في أوساط النساء بملك التاتو إثر إدانته بوشم السعوديات، فضلا عن استعماله مراهم لتكبير الصدر وإزالة السواد من الركب. وذكرت صاحبة المدينة السعودية أن محكمة جدة قررت فرض غرامة مالية ومصادرة هاتف اللبناني الذي لم تذكر اسمه بعدما ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض عليه وفي حوزته حقيبة فيها مراهم مخصصة للتنحيف وأخرى لرفع الصدر وتكبيره، مشيرة إلى وجود رسائل على هاتفه المحمول الخاص به من نساء تدل على دخوله منازلهن وإجرائه عمليات ونقوشا على أجسادهن، إضافة إلى حيازته بطاقات شخصية تؤكد مزاولته مهنة تصفيف الشعر داخل منازلهن. وضبطت عناصر هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرجل من خلال إرسالها مخبرا أوهمه بأنه سائق عند إحدى السيدات التي ترغب في إجراء وشم على جسدها. في صفحتنا الفنية، الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية تحيي ذكرى اثنين من مؤسسيها الدكتور وليد غلمي والأستاذ غسان تويني. الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية المؤلفة من الشباب اللبناني الموهوب شاركت ضمن فعاليات مهرجان بيت الدين، وإليكم بعض اللقطات عن الأجواء التي كانت سائدة بين الحضور. موسيقى
الجمعية بتعلم موسيقى مجانا لتلاميذها، بتعطيهم الآلات مجانا بتصرفهم وبتنظمهم بأوركسترات مثل اللي سمعتوهن. هيدي مبادرة عم نسعى لأن ننشرها على كل الأراضي اللبنانية. اليوم في ثلاث فروع ببيت مري وبسكنتا وبجديدة، نطمح إنه يكون في فروع بكل الأراضي اللبنانية إن شاء الله سنة الجاي، في فرع بسور وبعكار، واليوم أطلقنا مشروع لفرع بشوف. الكسرة بتعزف كل أنواع الموسيقى، الموسيقى الكلاسيكية للجاز للروك ان رول للموسيقى اللبنانية موسيقى العالم. إنما الموسيقى اللي عم تجرب تعملها الجمعية بتجعل ترد الموسيقى بمتناول كل اللبنانيين. ديمقراطية الموسيقى هذا الحق الأساسي هو المطلوب، تتعلم بكل المدارس خاصة المدارس الرسمية، يكون في برنامج ما تكون محصورة لعدد قليل من اللبنانيين. بشكر مهرجانات بيت الدين اللي سمحت لأولادنا يلعبوا هون، بتأمل أنه ينتشر فرح الموسيقى على كل الأراضي اللبنانية بالرغم من المصايب اللي مرقنا فيها. والآن نبقى مع لقطة اليوم. نبقى مع أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الأربعاء 18 تموز 2012، ومع النهار نبدأ. حكومة الحلفاء تتصدع أمام ازدياد الفلتان سليمان علق في الزحمة وباسيل لجأ إلى القضاء. معركة دمشق اقتربت من مجلس الشعب، مناف طلاس يؤيد مرحلة انتقالية بناءة. في عناوين السفير، التيار الحر ينتفض والقطاع العام يكسر صمته والمياومون على خط التوتر العالي. الدولة تترنح، الشارع فالت وعون يحتجز الرئيس. موسكو تحرك مجموعة العمل السورية بعد تعديل مهمة المراقبين. في عناوين الأخبار، تعديل القرار الاتهامي الدولي والمحاكمة إلى نهاية العام 2013، الحكم للشوارع، رواية الانشقاق. في الأنوار، قيادة الجيش تدعو إلى الإقلاع عن الاعتصامات وقطع الطرق. التيار العوني يقول إنه سيواصل التظاهر والاعتصام تأييدا للمؤسسة العسكرية. لبنان فقد فؤاد الترك، إطلاق 2 من المخطوفين اللبنانيين في سوريا. ننتقل إلى الديار. لأول مرة أعنف اشتباكات في ضواحي دمشق واستعمال الدبابات والقذائف الصاروخية. مصدر في 8 أذار، تحرك البرتقاليين توقيت خاطئ يحرج الحزب والجيش. الشعارات الطائفية واستعمال البرتقاليين لا يساوي شعبية انتخابية. الديار تكشف اجتماع الكهرباء باسيل استعمال القوة وشرب للتروي. مقابل عكار وشمال جبل لبنان يتحرك، أنصار الجيش يقطعون الطرقات. في المستقبل، الجيش يتبرأ من قطع الطرق تأييدا له، والجميل وحرب يحذران من النتائج. عون يقطع طريق سليمان وقهوجي إلى بعبدة. مناف طلاس يأمل مرحلة انتقالية، وإسرائيل تؤكد قيام الأسد بنقل قوات من الجولان إلى العاصمة. الجيش الحر يعلن بدء معركة تحرير دمشق. في البناء، إلام استغلال ملف المياومين وتأجيل أزمة الرواتب. سليمان يستعجل جول حل قضية المخطوفين وأنباء عن إطلاق 2. الجيش يستهجن حملات التحريض ومسيرات دعمه تتوسع. شاهد عيان يروي مشاهداته عن الإرهاب. بوتين على موقفه الحاسم، وفيتو روسي متوقع اليوم.
في عناوين اللواء: الانتخابات تحول الشارع إلى عصفوري، والرئيس يعود ببشائر حول مصير المخطوفين، إطارات عونية تحاصر سليمان في الطريق من ضبي إلى بعبدة، الجيش يهدد بالقضاء ضد نواب عكار، الرفاعي للواء صراخ عون نتيجة الأزمة مع الحلفاء والفشل. المعارضة معركة تحرير دمشق لن تتوقف. في البلد: الجيش يتهم نوابا ومسؤولين بالتحريض عليه، المخطوفون بخير ووعود بإطلاق 2، طلاس يأمل قيام مرحلة انتقالية في سوريا. ننتقل إلى الجمهورية: الجيش يرفض استغلاله سياسيا وانتخابيا، وعون يحاصر رئيس الجمهورية، البلد رهينة قطاع الطرق. أما في الحياة: واشنطن وباريس قلقتان من استخدام النظام الأسلحة الكيميائية، ومناف طلاس يدعو إلى مرحلة انتقالية في سوريا، أنان يعتبر الوضع مأساويا، والمعارضة تعلن بدء تحرير دمشق. أخيرا مع الشرق الأوسط: إسرائيل الأسد سحب قواته من الجولان ويفقد السيطرة، لافروف لا سبب يحول دون التوصل إلى اتفاق، أنان الوضع في سوريا بلغ مرحلة حرجة، معارك دمشق تتسع، ولندن كل الخيارات مطروحة. كردستان لبغداد قطن مضطر لإبرام عقود سلاح، تونس اتهام النهضة بالعمل على طريقة بن علي. كان في النسرة مخطوفان من 11 يتحرران قريبا. التيار إلى الشارع في اتجاهين وقطع طرق ليلا. انتفاضة الأساتذة والقطاع العام واجتماع وزاري كهربائي. هذا كان كل شيء في نشرتنا الصباحية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.